هنكمل مع التايب بروبرتي بتاعة الانوتيشن، وهنتكلم فيها دلوقتي عن الجزئية الخاصة ب اتكلمنا عن الجرافيكس، هنتكلم عن التكست. طيب ده شكل التكست بتاعي. في حاجة هنا اسمها ويدث فاكتور، أحيانا بنعملها 0.9 أو 0.95، يعني كده بتكون كده أعرض كده بشكل أشيك وأحسن، أو أحيانا بنعملها 0.95. التمبلت الجديدة بتاعت أوتوديسك اللي هي نازلة مع 2024 بقى ينزلها وهي معمولة 0.95 أوكي، أو 0.95، حلو 0.9. عندي كمان حاجة، وهي حاجات بقى زي إن أنا أحط أندرلاين، أحط تحتهم خط كده، زي إن أنا أخليها أيلاتك مايلة، زي إن أنا أخليها